ست حنان كانت بتسأل قبل الفاصل انها كانت متزوجة، وبعدين اكتشفت ان زوجها على علاقة باختها، واختها دي يعني هي مش من الام من الاب، وبعدين بعد ما اتطلقت منه بسبب المشاكل اللي عملتها اختها تزوج منها، وبعدين بتقول انا حرمه من بنته، ما برضاش اخد الفلوس اللي هي المصاريف، ووالدتها ست مريضة ووالدها متوفى، فهل هي كده بتظلم بنتها؟ لا نقابل الظلم بمثله، وما نحرمش حد من حقه الطبيعي، والبنت دي من حقها تشوف أبوها، يعني من حقها أنه يراعيها وياخد باله منها، وأنه هو أخطأ وأنتي خلاص أنتوا انفصلتوا، فلازم أن حضرتك أولا تاخدي نفقة البنت لأن دي حقها، وأنتي خدتي قرار، لكن ما ضيعش حق هذه الفتاة الصغيرة، ونصبر نصبر نصبر، لابد إلى أنه إن شاء الله يأتيك فرج الله. والإنسان دايما ما يبقى فيه مصاب ينخرط في أمور نافعة، يعني يشغل نفسه في حاجات نافعة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم، عشان الإنسان ما يستسلمش للأحزان والموجعات من غير ما يحط حلول لبعض المشاكل الكبيرة المتوسطة اللي بيعاني منها. والأذكار لابد الإنسان يكون له نصيب منها مع الدعاء بصلاح الأحوال. أما وإن أنا أقابل الظلم بظلم مثله، فأوقع نفسي في ظلم ابنتي بألا ترى والدها، ده من الظلم أنت بتعمليه، وفي نفس الوقت منعها حقها الفلوس المصاريف النفقات اللي هي حقها، اللي ممكن يبقى فيه سعة ليها في معيشتها، يتخير لها تعليم بشكل معين. فأنت الجانب الخاص بك أنت خدت فيه قرار، الجانب الخاص ببنتك لا توقعي هذه الابنة الصغيرة في ظلمك لها بمنعها من أبيها. شئت أم أبيت ما تكبر حتعرف والدها وحتتواصل معه، وحتبقى أنت قدامها اللي منعتيها، حتى وإن كان في مشكلة الابن أو الابنة، الولد عموما بيتوق إلى والديه، حتى لو أحدهم كان على خطأ أو الاثنين كانوا على خطأ، ده بالطبيعة يعني.